أستاذ خليل عن التراث، فأولادي أقول لك إنه الإصالة موجودة بالتراث، كل معاصر على أن تكون أصيل، فأغرب من هذا التراث وتطلع بأنغام وألحان جميلة، وصوتك ما شاء الله بلبل هزار. الله يخليك أستاذ تسلم. فإذا هذا الجو يوحي لك بشيء قول. خليني إن شاء الله خليك بس خليني أسمع اليوم. تسمع؟ راحتك يا ابني. يا ضارب الزين يا
مدير شركة الموسيقى بالموصل أستاذ كمال. يا مرحبا أستاذ كمال، فرصة سعيدة جدا. أنا يعني فرحان جدا بهذا اللقاء، وأنا أجي دائما وأشوف حفلات الموصل وأخذ فنانين من هنا، وأنا جدا سعيد بهذا اللقاء. يعني صوتك بديع جدا أستاذ كمال، أنا أتمنى أن تزورني إذا هنا أو بغداد، عندي مكتب هنا وعندي مكتب بغداد. شكرا، بس أنا ما أفيدك هنا، يعني معلم قرية بعيدة عن الموصل ساعة كاملة. زورني الاستاذ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا جدا. مع السلامة. سلام. استاذي سلامس، انا المعلم عندي طلاب لازم يوميا عشان احاضر نفسه في العصر. استاذ كمال، لحنك وشعري ممكن نسوي شيء. بدينا الغرور. لا غرور، هذا شيء واحد كنا قدام مشوار طويل ان شاء الله. نجح ان شاء الله. شباب شو بتسافروا؟ نطلع كمان بعد ثلاثة، نطلع ثلاثة؟ يلا نطلع سوا. يا بنت شو الاوراق؟ ايش يعني؟ شوف رفعت، لا أنت ولا غيرك من حقه يسألني السؤال. هذا حق يتيمة وأمها إلى ما أعرف عمتي. لو تردون يجردوها من كل شيء بحجة اللي ما يدري حقها معقول وحرام. ياب ما يخالف، بس التطور اللي وصلناه بالمعمل هو من جراء نشاطنا خلال أكثر من 15 سنة. جهود شركائنا، أموالنا، فلوسنا، حصصنا تساهموا من زمان. شو بدي أقول لك؟ وجود رأس مال يعتمد على حصة المرحوم. شوف هنا أنا وقفت على رجلي من حصة المرحوم، ولا تنسون سنة من السنين كان هذا المعمل للمرحوم، وأبوكم كان جوعان، كنت جوعان، بعت عرصة يملكها وحصة بيت خلفها الوالد، ها كلها موثقة عند المحامي تقدرون تشوفوها. كم
اكو اسهم باسم بنت قاصر، زين اكو اسهم بقيه البيت بالوزيريه مال عمك، اكو اسهم حصه باسم اختي صالح المرحوم اخوها، زين هذه هذه الف واحد كان يمكن ينافق وتصادر حقوقهم بذاك الوقت. ما يكفي اللي شافه المرحوم على منتج مناقصه فاشله. يابا مو احنا بنينا وتعبنا وشيدنا للمعمل وتباين احنا وشركائنا. اي ومجلس اداره ومساهمين كبار، زين هذا واجبكم. ايش تردوا له؟ تردوا له على المساهمين الصغار يصعدون؟ يابا ثلاث ارباع المليون يعني خمس الشركه. شوف الربع الاول باسم عمك، الثاني ذمه عليه اللي استملكت كل البيت اللي عمك الى حصه فيه، والثالث باسم نماء القاصر. ما حد ماكل حقوقكم، ما حد ماكل حقوقكم. بس هاي شغلة التفاف يا أب، التفاف واحنا ضحيتها. التفاف هذا انا ما وافق، وهو من حقنا طبعا باي مستمسك يتوجب علينا التنازل فيه. اي ما تحب المعدن يكفي عاد اموالنا وحلالنا وخلاص. مو كافي عاد ربيتها وسويتها وانطيتها ودللتها وسويتها انسانا. بلا ياك يا ابن، بلا ياك كان هسه هي وامها مشردين. كان واحد خبل وضح من علاوه مو حرام، هذا حرام حرام. هذا هو مسعود مو؟ اي من ارباب السوابق. عندك ثلاث محكوميات. الاولى تهمة سرقة محولة مال كهرباء، واثنين من عندهم قصفوا على مخازن اللحوم في المحافظة. وتالي من حتى الدولة فرصة عقود، لكن الظاهر ابو طبع ما يغير. زين تحقيقكم ويا نجاد ومجموعته سندات البيع والشراء للمعادن الاصولية، هم عندهم معامل نصب البراغي والدشالي خاص بهم، وعندهم اجازه فعلا بي. لازم اوصل مال، لازم ندفع اثر سياراتكم. تعاونكم ويانا ان شاء الله ما يفلت اي واحد منهم ان شاء الله. انا حر التصرف وفق الشرع والقانون، ما اقدر احدد حقي، واني ما في حق ايتام وارامل. اذا تتقبلون بها انا مستحيل اقبل بها، مستحيل اقبل بها. يا ابد لو تترك للناس يفرهدون اليوم مستحيل. يابا احنا اصحاب عوائل، هذا المعمل بنيناه احنا وشركائنا. يابا اللي يكرم ويكرم ثلاث ارباع مليون، يعني بصراحه هذا اعتبرها هاي جريمه. جريمه اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا، اطلع برا. تمومني حرام، حرام ربيتك، حرام حرام ربيتك وسويتك وجه بالمجتمع. افتشوا كل مكان، مدرسة، مقبرة، لوديان، ربوني بسكة الحديد، أريد أجدهم قبل طاجر. حكوا تمام، تبطل التصرف. صار أبو باهر، أبو باهر كمان خلي يعني. بعدين أبو باهر أنا ماني عظيفكم وأبوكم وخادمكم، بس أريد كلمة فصل واحدة بس. عليك قضايا هواية وسمعتها في السفر. ها؟ سمعتي؟ معلوم، معلوم أبو باهر هو والإنسان ايش عنده غير سمعته. أبو باهر أنا أريد أشيل عاركم على الستار. ما تفهم؟ أقصد عاركم عاري أبو باهر. أنت عظيمنا ومعتمدنا أبو باهر. مسعودات نعم شابنا أبو باهر. جواح هدر ما يلوم هذا الثوب المتهرع المهتوك غير هاي الرقعه.
الله لا يحوجني لا إليك ولا لغيرك. الحمد لله الله ساترها والحال ماشي. لكن ايش تقضي بغصب القلوب اللي بعد الولد عن بنت خالته؟ ليه صفية؟ ليش مسويت لكم عني؟ ما اقدر بي، انتوا ابنك علي يا صفية. والله ابننا ما سوى شيء باطل لبنت خالته، بالعكس هو صانها وريحها 15 سنة. لكن اقعد عدل واحكي اعوج، مو نجيه لا تخلي حسي يطلع منك العالم. تدرين هسه انت طلعتيني من طاري؟ حتى الله وياكم، حتى الله وياكم، حرام عليكم، حرام عليكم. كافي عاد كافي، كافي تليفونات وبشي، كافي. شكو عليها؟ انا ما شباعية، بنية خرجت كلية، كافي عاد. كل عقدة إلى حلال. يلا كافي، خليني خليني أنا الصبر. Thank you.
يابا الله يخليك، المعمل منو إله؟ هسه قابل هو دكان أسد بابا والحقها؟ بعدين شنو يعني يا صغيرة؟ البنات اللي بقدها سيطوفن العالم، اشتغلاني درساني كل يعني يعني العفو بابا دقيقة واحدة. بالنسبة للجدول اليمني شو اسمه؟ دزل التدقيق قبل يروح للرقابة. شكرا. العفو بابا. بابا يعني هي تصرفت على عنادنا، يعني يعني ما احترمتنا، هي ما احترمتنا مثل ما يقول المثل. لا يابا دقيقة، هي مو تريد تتزوجها، خلي تتزوجها وين ما تريد خلي تروح. لا العفو بابا، انا مو دا انتقم. هذا رفعة تحكي وياه، اكو ماكينة عطلة انا راح اصلحها واجي. اي رخصتك يعني. اي اي شو شاحنت؟ الو الله يساعدك يابا، شلونك؟ لا صار ماشي تدلل. لا دخل خلي اني اصرف بس كن مرتاح انت يابا. أنا راح أخابر هادي أخليه هو يسافر لها. لو عندك اعتراض على هادي؟ أبوك مستنكر. وعلى ويش هادي؟ هادي ولا كمال؟ شنو الفرق؟ ما دام هي اختارت رجال مو فلوس. لما ما تنازلت عن حقها. وبعدين افرض إجاها كم فلس. إمن مو هادي؟ وهادي منه؟ مو ابن عمه؟ أنت راح تخششنا مشاكل ما لها كل داعي. هذا المحامي يقول لي شغلته وين وصلت؟ بس بعد ثلاث ساعة يجي. أبو بكر ما له وجود أبو بكر يجي. دامو اليوم باكر يجي. مسعود بدمها اريد نهايته. تفضل. قصت الخدم يودد هاكل؟ والله ابو باهر حب اشوف بعينك حسينيه بتروح وبترجع. وحمدان شنو الاخبار؟ قدامتها طلعت هي ظلت تدق الباب لما انفحصت وبعدين سكت. احسن. مبهان. يا ابو باهر. ما زين. ما اريد اخسر واحد من زلمي. فهمت؟ أنا رافضها أبو ظاهر. رافضها. اعرف هذا كمان شو مسوي لها؟ وتريد تروح عليها برجلك؟ يوم والحقيقة وضحت ونمائتها أكثر من نص مليون دينار. بس تريد من الكمال عيني. انهسمت من بيت عمها
كل جسارة وراحتها إليك. استحي على نفسك يمه واحتفظ بماي وجهك وبعد بيتك. شو امه؟ شنو بس؟ شنو بس؟ ابني ومرايتك لاحقها ليش؟ هم الولد كلهم رايدين إلي، عمي عبد المجيد والولد كلهم رايدين. بعدين من يقول هذا كمال راح يقبل بسوايتها هذه؟ يقبل ما يقبل انت ما عليك ابني، هي تصفر. وبعدين اذا عافه هو انت موجود، واذا ما عافه شابين الخير. تذل نفسك يمه. تذل نفسي شنو؟ هي لو تسترحمته هي اكثر من نص مليون دينار. قول يعني مليون بالحساب الدفتري. هذه حجج ما ممكن نطعم بيها. قل لي وين شنو نظام هالمعلومات هاي كلها عنا؟ انا محامي وهذه شؤون موكلي ومن حقوق المحفوظه. لو نسيتها بستاذ علي. خير؟ الظاهر لما راح يتم وصل على كمان. فرق عن الفاتن جيبها وارجع. لا يبالكم. مع السلامة. ما سويتها يا ما؟ سوينا. وين شروح؟ شبع؟ وين يطلع؟ يا رب وين شروح؟ صاحبك المدرسة اليوم سوالها مكسورة. روح لك. وين لو؟ روح على صاحبك المعلم. وين وين ابنك اليوم؟ امشي روح يلا. شو على بالك؟ روح امشي. روح يطلع. يلا امشي. رجعت. امشي روح على بالك. امشي. الواحد مو تطلبه مخدر؟ طبعا. زين ايش العيار اللي عجبتش بدون مخدر وطيني المخدر؟ نسوم هذا مربي، انت شو تسوي بي؟ نسوم اخاف انت مو انت. لعد المن ومنو دزه؟ هو نسوم ترى انت شلعت قلبي، كلش رايد وفضني ورايا شغل. هو شغل؟ نسوم كلش رايد يقول لك مخبط. بعدين هاي شو يسموها؟ تريدني اشلع سن اللي ما يوجعك وانطيك المخدر؟ قول لي الا. تتشل؟ نعم؟ تاكسي.
استاذ الحجي. هلا مهندس علاء وينه؟ حشر. زين شكرا. هاي صلح. هاي شكو كمال كمال راح يوصل اليوم اكو فتهوسه ضده نسوم اجالي وقال لي بيت الاغناوين على كتله نسوم ما يكذب لازم نتصرف هسه جاي ثاني انزل كمان انزل بيت نجاد يريد يقتلوك انزل 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 كمان انزل تعال انزل كمان انزل 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 يا بعد تعال كمان 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 انزل انزل كمان انزل وخر نسوم وخر ارجوك ارجوك انزل كمان دول بيت نجاد يريد يقتلوك انزل عيني ابو باهر خلينا نداهم المدرسه فات انا ما اريد اخلط مشاكل حتى ينتبهون اشوف ابو باهر سياره الخط على الطريق بعد سياره المحطه بعد يا مال بطر يا برطري بتجيبه وشوف شو نوع القضية خليك شوي انت اشوف فيها كل شيء مسويه ما تقول لي سوى دكتور احسن كلامنا ما بدك شو تسويها انت شنو افكار ودك فيه بدي رايح تاخذ واحد من طورها واول ما قطعوا المهر اني واخوتها طردنا خارج بيتها بس معك اترك ولا تاخذ الرحمه حتى لو كسرت الباب وصلنا بهان بس تدوسون على الزناد حرك وين؟ بعد مالي قاعد هنا سمن بطن امن امشي وما خلي اي واحد يطعن ابنه. شبيك ابو حمد علي فؤاد وهذا المارد قلبي ما اقدر اخليك تطعن الصوت تدري ليش؟ لان انا محتار بينك وبين صاحب الحلال انا مامور بيناتكم يا عمي ترجعني اطب البيت وانت خارج عني ما منعك بس هذا امر اخوك واني لا حيلك ولا حيل اخوك ادري بس عمي فؤاد الله يخليك ارجع